هلا والله يا جماعة، اليوم عندنا طرد كبير من ستيل سيريس. يعني صراحة وزنه يبي له رافع كثير. طبعا أشياء حلوة لما شركة ترسل لك طرد بهالفخامة، يعني تتوقع الشيء اللي داخل بيكون فخم، يمكن شيء جديد، يمكن شيء قديم، يمكن تعاون مع شركة. سايق الطرد، خلينا نفتحها ونشوف شنو موجود عندنا داخل. بنشوف عندنا ستيل سيريس أركتس نوفا برو، على حسب ظني انها تكون مفروض على حسب هالصورة سماعة. نشوف داخل في بطاقة ديستيني 2 ويتش كوين كود. عندنا سونار شيء حمله، ما ادري شنو الصراحة. شكله هاي فرع جديد من السماعات ستيل سيريس فيرست اديشن فور جلوري. وعندنا كتيب، اعتقد في صور عن السماعة وان شلون بتكون هاي السماعة خرافية. الجيل الجديد من ستيل سيريس. داخل عندنا نفس ما قلنا السماعة اللي هي نوفا برو وايرلس. هذه السماعة هاي فيدلتي جيمينج اوديو وذ اكتف نويز كانسليشن وايرلس وبلوتوث بيست هاي اند وايرلس جيمينج هيدسيت مالتي سيستم ريسيفر. اعتقد يعني يقول لك فيرست ان جيمينج، يعني شكلها تقدر تشبك بلاي ستيشن بي سي تليفون وكل شيء ويشتغلون كلهم في نفس الوقت. بلوتوث التليفون، الوايرلس حق الجهاز، تشتغل بطارية 22 ساعة زائد 22 ساعة، ما ادري شنو قصدهم، يمكن كل سماعة منفصلة. هاي المعلومات، فيها بطاريات نفس ما نشوف هني ليثيوم باتريز. يعني لما خلص الشاحن عندك تشيل البتري وتركب الجديد وتخلي الثاني على الشاحن. بعد داخل عندنا هيدسيت ستاند. طبعا السماعة ان شاء الله ما حنسويها انبوكسنج في فيديو قادم. اكتب لنا في الكومنتس شنو السماعة اللي عندك ومن اي شركة، وان شاء الله هذه اذا سويناها انبوكسنج احتمال كبير نسويها جيف اواي حصرية، يعني لحد الحين ما نزلت في السوق، بتكون من اول ناس اللي ممكن تحصلها بعد ما نجربها. طبعا تابعوا الحساب واضغط على زر اللايك.